عالسفرة مع هلا. شوربة الفريكة، المقادير: كوب فريكة، حبة كبيرة بصل مفروم، كوب دجاج مسلوق مقطع، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة هال ناعم، وربع كوب زيت ذرة. طريقة التحضير: منغسل الفريكة أكثر من مرة ومننقعه بالمي لمدة 30 دقيقة بطنجرة وسط. منحط الزيت، منسخن الزيت على نار متوسطة، منضيف البصل، منقلب البصل ليصير لونه شفاف، منصفي الفريكة من مية النقع ومنضيفها للبصل ومنقلب لبضع دقائق مع البصل. منضيف 4 أكواب من المي أو المرقة، ومنضيف الملح، الفلفل والهال، ومنقلب لتختلط المكونات، ومنترك الشوربة على النار لتغلي. منوطي النار، منغطي الطنجرة، ومنترك الشوربة تطهى لحوالي 20 دقيقة أو لتستوي الفريكة. منضيف قطع الدجاج المسلوق مع بقاء الشوربة على النار لتغلي لمدة 5 دقائق. منضيف كمان مي أو مرق الدجاج حسب احتياج الشوربة، ومنحط الشوربة بطبق التقديم ومنزينها بالبقدونس، وأكيد تقدم ساخنة. وصحتين وعافية. عالسفرة مع هلأ.